حلو عاسيم انا ما تنعش الحمد لله في جاتي تهضروا على الطابه اللي باقي خاصه في مدينه عسومه مالو حنا لحد الان دابا وصلنا مزيان واش الباركور اللي درنا باش زعما نخرجوا من اوكرانيا سلوفاكيا ولا بولونيا كان مزيان الناس اللي باقيين حاصلين هما اللي كاينين في واحد الاوضاع اللي هما كارثيه بزاف من الناس كيعانوا ديك الاوضاع غادي يجي يتدلل يتفاقموا ولا رجع لهم اي حاجه ولا شي فرقعوها ما بقاش يشوفوا راح الكا هادو مدنيين ولا هادو عسكريين كلشي اي حاجه تتضرب بالنسبه لدوك الطلبه باش كيعاني شنو كيعاني من الناس كيعاني تقطعات دونك هما ولاو في واحد هما ماشي سيكيوريزي يعني وسط اللي كامل قناع بالتربيه كلشي كاين اي حاجه تقيل في اي لحظه راه تيتسناو امتى يموجوا بهذا المعنى دونك تبان كلشي انت فاتو ولا شي حل حنا كنا في بولتافا مدينه صغيره في اوكرانيا تحركنا مشينا للفوف الفوف شي في الغرب عاوتاني من الفوف مشينا لواحد المنطقه ديال الحدود من الحدود مشينا ل صافي دخلنا سلوفاكيا من سلوفاكيا مشينا لبولونيا ومن بولونيا عادينا لهنا الحمد لله كان شويه الباركور ساهل مقارنة مع شي وحدين انا شي وحدين سي كاتاستروفيك ماما كاينين اللي بقاو بخمس ايام باربع ايام حدود كاينين اللي كيضربوهم كاينين اللي كيبقاو في البرد درجه الحراره ناقص 10 ناقص 12 ما لابسينش مزيان دونك هادو الحمد لله راه كاينين فيهم اللي دازت اما كاينين اللي باقيين واحدين كاينين اللي باقيين في خاركو كاينين اللي باقيين في سومي كاينين اللي باقيين في كييف مشكلتنا هو انه مشكلتنا في التواصل مع الناس دونك الناس خصهم يتواصلوا معنا السفاره الجهات المعنيه واخا السفاره الحمد لله راه قايمه بالدور ديالها لكن بغيت شويه الجهود تزاد لا حنا ما لقيناش سوريا حيت حنا مشينا من واحد المعابر حيت هما كل معبر كيفاش داير كل معبر كيفاش كيتعامل مع الناس المهم حنا دزنا لقينا شي وحدين اللي استقبلوا استقبلونا عادي كاينين شي وحدين لا كاين شي وحدين ماشي غير ما كيدخلوهمش كيضربوهم كيعنفوهم والبرد ما كيحسوش بهم دونك كاينه العنصريه كاينه العنصريه بزاف انا كنتفهم بلي الحرب غادي يبغيو غير يفلتي بجلدهم كيف ما تنقولوا كي حنا خصنا نعاونو قلبي بقى مع المغاربه الاخرين اللي باقيين واحدين كاينين بزاف ديال الناس باقيين واحدين في الحدود ما هما لا مغاربه ولا بزاف ديال كاينه عنصريه كيتعاملوا بعنصريه مع العرب من اي جنسيه مع الافارقه انا الحمد لله كانت عندي واحد صديقه ديالي اللي هي بولنديه هي اللي عاونتني بزاف عاونتني عن طريق الحدود وبزاف د الحوايج الناس كاينين اللي كيمشيو حدود كيبركوا خمس ايام ست ايام كاينين الناس ماتوا بالبرد ماتوا بالجوع الوقفه ب 20 60 ساعه لدرجه انهم رجليهم ما كيبقاوش يحسوا بهم كيوليو باركين ويوقفوا ويمشيو باش يدفاو انا درت هذه القضيه باش ندفى والمشاب كيمشيو من مينيموم من 20 ماكسيموم حتى 40 كيلومتر لانه الطوموبيل ورا الطوموبيل ورا الطوموبيل ما كيقدروش يبقى واحد واقف كيقول انا نفضل انني نمشي انا مشيت على الاقل 15 كيلومتر باش نوصل للحدود والحمد لله وعقبه الاخرين وعقبه المغاربه خوتي الاخرين كاينين الناس بزاف باقيين معذبين المستقبل الدراسي ديالنا حنا ما عارفينش لافاك ديالنا ما عارفاش دابا حنا قالوا لينا نتوما عطله لمده جوج سيمانات من بعد هاد السيمانات حنا غنشوفوا شنو غادي نديروا حنا ما عارفينش نورمالمون انا غادي نسالي ان شاء الله في شهر خمسه عندي الكروب عندي الاوسكي غنتخرج صافي غناخذ الشهاده ديالي دابا انا ما عرفتش واش تخرجت واش انا باقا كنقرا واش غادي ناخذ الشهاده ديالي ولا ما غناخذهاش ما حتى واحد فينا ما عارف شي حاجه انا كتخيف من الله كنقول خليني انا نبقى في اوكرانيا ممكن يكون شي حاجه ولا يعني الوضع غادي الوضع نهار على نهار كيزاد زاد خطر في الاول بوتين ما كانش كيضرب المدنيين ما كانش كيضرب المدارس ما كانش كيضرب المستشفيات بزاف الحوايج مي دابا ولا كيضرب كلشي ولا كاع البلدان كيضربهم ولا كاع الاماكن كيضربهم بدون نقاش فاش كنتو كتسمعوا صفارات الانذار فين كنتو كتمشيو وشنو كنتو كديروا انا ما كنتش كنمشي حتى شي بلاصه كنت كنبقى في الشقه ديالي انا وصاحبتي كنا كنبقاو حنا تما كاين لانه مغطيه وبعيده ولكن سمعنا صفارات الانذار ما هي مره ما هي جوج ما هي ثلاثه
والناس تما كاين الاوكران ولاو هما لانه الجيش ولاو كيسلحوا المدنيين، يعني المدني ولا كيمشي كيشري سلاح لانه مرخص انه يهزو ويقتل ويقتل، ماشي مشكل، ما كاينش مشكل، فكلهم باغيين يحاربوا لانه وشفت بزاف ديال المشاهير ديال واحد اوكراني هز ولده هنا في كتفه وبناته شادهم غيوصلهم للحدود وغادي يرجع باش يرجع يقاتل. وانا كنطالب من السلطات لا المغربيه الاردنيه المصريه اللبنانيه، كنطالب من كل السلطات انهم يديروا حل، انهم يدوموا على السفر. كاينين بزاف ديال الناس واقفين في الحدود كيتسناو بالايام بالجوع في العطش، الناس ماتوا بالبرد، الناس ماتوا بالجوع، وهذا الشيء اللي كاين.